مساء الخير، اليوم رح نحكي كيف بتنجح وبتتفوق بمجال الدراسة أونلاين. هيدا البحث أنا عملته من زمان بسبتمبر أيلول 2018 ضمن مؤتمر للتنمية البشرية أقيم ببيروت وجمع جميع الدول العربية، وكان لي محاضرة بهيدا المؤتمر أي قبل زمن الكورونا عن موضوع التعلم عن بعد والإرشاد النفسي عن بعد، واللي سميته أنا الإرشاد النفسي الإلكتروني. هيدا كان كله قبل زمن الكورونا، ولكن للأسف مثل حال جميع المؤتمرات العربية ما حدا بياخد الكلام بشكل تطبيقي، ومثل ما بيقولوا تذهب جميع الأبحاث أدراج الرياح، لأنه أغلب العرب بيعملوا المؤتمرات بس للحكي وللمنابر. وشرحت عن هيدا الموضوع أنا على صفحتي على الفيسبوك، طبعا لما شاف المنشور بيقدر يفوت ويشوفوا. هيدي المحاضرة اليوم هي للتطبيق، يعني لازم بس تحضروا أو هلأ تمسكوا ورقة وقلم وتسجلوا الملاحظات عندكم، لأنه كي تكون ناجح ومتفوق بالدراسة أونلاين أو التعلم عن بعد لازم تسجل هيدي الملاحظات وتطبقها لحتى كمان ما يكون كلامنا حبر على ورق. أول نقطة هي الالتزام. لما نحكي عن الالتزام يعني هون عم نحكي عن إدارة الوقت، تايم مانجمنت، وحكينا بمحاضرتين قبل عن إدارة الوقت. طبعا رح اترك لكم الرابط بأعلى الشاشة وأيضا بصندوق الوصف. حكينا كيف تستفيدوا من وقتكم وكيف تجمعوا بين الجد وبين المزح، بين اللعب وبين الدراسة، لأنه إنه نستعمل الإنترنت دايما فقط للتسلية وللهو هيدا الشيء غلط، وإنه دايما نستعمله كمان للجدية ودراسة غلط. خير الأمور الوسط، واللي قصدته بالالتزام إنك بدك تخصص هيدي المحاضرة مع الأستاذ رح يكون ناطرك من خلال البرنامج التعليمي اللي هو أونلاين صوت وصورة، هو ملزم معك بوقت، فلازم أنت تلتزم معه بهيدا الوقت وتكون على وقت المحاضرة يعني والدقة كمان بالوقت، لأنه التأخير والبطء هيدا الشيء رح يأثر عليك ورح يأثر على الأستاذ اللي عم بيشرح لك ويعلمك أونلاين. فمفتاح النجاح لأي شيء بالحياة هو الالتزام بالوقت وإدارة الوقت، واعتبار هيدي الساعة أو الساعتين المخصصة لإنك تقعد قدام الكمبيوتر أو اللابتوب أو التاب لتحضر محاضرة أو شرح الأستاذ هي وقت للدراسة وليست وقت للعب. وكتير مهم إنك تلتزم بمواعيد المحاضرات تماما مثل التزامك بمواعيد الحضور إلى المدرسة الحقيقية الواقعية. تاني نقطة هي لغة الجسد. لغة الجسد كتير مهمة للتفاعل، لأنه نحن هون انحرمنا للأسف من أنه أفضل طريقة للغة الجسد طبعا نفسيا هي لغة الجسد الواقعية والحقيقية، واللي منكون محتكين بنظرنا وبجسدنا وبكامل انتباهنا مع الشخص face to face، وجها لوجه، وهيدي نفسيا طبعا أفضل. ولكن نحن هون عنا ظروف قاهرة وظروف استثنائية واللي هي وباء الكورونا، فقادرين نعوض هيدا الشيء من خلال نظام الصوت والصورة اللي هو متوفر أونلاين، واللي بيتيح لنا إننا نكون بعيوننا متوجهين نحو الشاشة اللي موجودة عليها الأستاذ اللي عم يشرح الدرس، وهو أيضا رح يكون شايفنا قدامه بالتواصل البصري عبر الكاميرا. فكتير مهم لما نحكي هون عن لغة الجسد إنك أنت تكون شايف تفاعل الأستاذ قدامك على الكاميرا وهو شايفك، إذا عيونك معه أو بمطرح تاني أو عم تلعب بالتليفون أو عم تحكي بمطرح تاني كمان رح يشوفك. فأهم شي نكون بجسدنا وبعيوننا مع الشاشة ومع الأستاذ اللي عم يشرح الدرس قدام الشاشة. وهون دايركت بدنا ننتقل بعد النقطة الثانية للنقطة الثالثة، واللي هي كتير مهمة إنه إنترنت يكون قوي صوت وصورة، لأنه لحتى نقدر نشوف لغة الجسد واللي هي صوت وصورة، يعني نسمع صوت الأستاذ بشكل واضح وهو كمان يسمعنا ويسمع استفساراتنا وأسئلتنا بشكل واضح ونشوفه ويشوفنا. إذا الإنترنت سيء فالصورة رح تكون مغبشة والصوت كمان مش رح يكون واضح. فهون
النقطة الثالثة التقنية كتير مهمة، هي إنه الإنترنت يكون قوي من أجل أو كي نتمكن من التواصل بلغة الجسد تكون واضحة قدامنا. رابع نقطة هي تسجيل الملاحظات. مثل ما شايفين أنا بعدني لحد هلأ بسجل الملاحظات عندي، وعندي دفتر خاص بتسجيل الملاحظات، حتى المحاضرات اللي بعطيكم إياها كمان بكون مسجلة عندي ملاحظات على الدفتر. فأهم شيء لما تكون موجود أنت كمان صوت وصورة مع الأستاذ أو مع الشرح، إنك دايما يكون معك ورقة وقلم أو دفتر ملاحظات، وتسجل الملاحظات المهمة أو الأسئلة أو المعلومات اللي عم يعطيك إياها الأستاذ، بهدف أنه أنت ترجع لما يخلص الشرح هيدي النقاط تكون كلها مكتوبة عندك والملاحظات، وأنك ترجع تقراها وتراجعها وتدرسها. لأنه إذا خلصنا الشرح وسكرنا كل شيء ورحنا فهون ما حنستفيد، لازم تسجيل الملاحظات لأنه بدنا نرجع نحن ندرس ونحضر، ممكن أيضا يعطينا امتحانات ومسابقة أونلاين. فهون تسجيل الملاحظات على دفتر يكون الدفتر موجود معك إضافة لللابتوب هو شيء كتير مهم. خامس نقطة هي ثمن الحصة، يعني هون عم نحكي عن المال. هيدي الحصة أو المحاضرة اللي أنت عم تحضرها أونلاين أنت دافع حقها مبلغ، أو أهلك دافعين حقها مبلغ مالي، لذلك قلنا هي مش للعب. وهون ضروري أنه تكون هيدي الحصص مدفوعة لحتى الطالب يعرف قيمتها ويعرف أنه هيدي الساعة أو لإدارة الوقت، بنرجع للنقطة الأولى، هيدي الساعة المخصصة لهيدا الشرح أو لهيدا الدرس هي حقها مصاري. فإذا مش لازم نلعب ومش لازم ناخدها باستهتار وباستخفاف، لأنه بالتالي رح نضيع مصرياتنا أو مصريات أهلنا، لأنه مثل ما قلنا الوقت من ذهب أو time is money. فإذا إنك تكون دافع حق هيدي الحصة هيدا شيء كتير مهم لإعطاء الجدية لهيدي المحاضرة اللي أنت عم تاخدها أونلاين.